بنتقابل تاني اصدقائي اصدقاء كايرو دار، والمره دي بقى مش يونت، المره دي هناخد شابتر 3 في القصه الجميله والرائعه والمثيره بتاعتنا اللي اسمها جيرني تو ذا سنتر اوف ذا ايرث، رحله الى مركز الارض. يا ترى هيحصل ايه في شابتر 3؟ فاكرين الاول ايه اللي اختتموا بيه شابتر 2؟ طبعا لما اكسل قال لهيز انكل ان هو بروك ذا سيكريت كود، يعني ايه اكسل قال لعمه ان هو فك الشفره السريه، وقلنا فكها بالصدفه، وبعد كده كان خايف جدا ان عمه يعرف، وفي الاخر لما شاف حالته صعبانه عليه اضطر يقول له. فلما قال له طبعا حصل اللي كان متوقعه اكسل، ان هو يقرر انه يقوم بالرحله دي وياخد معاه اكسل حاول كتير انه يقنع عمه انه ما يروحش، ولكن ذا بروفيسور انسيستد اون جوينج اون ذا جيرني، اصر ان هو يروح الرحله. طب هم عشان يطلعوا الرحله دي اللي هي مركز الارض، رحله الى مركز الارض، كانوا اول حاجه يفكروا فيها ايه؟ يحضروا الشنط والحاجات بتاعتهم، يحضروا الشنط. فبيجي سؤال يقول لك what did they prepare for the journey؟ اعدوا او جهزوا ايه للرحله؟ خدوا معاهم guns وtools وscientific instruments، يعني ايه؟ خدوا معاهم guns بنادق وtools ادوات زي شاكوش ومش عارف ايه حاجات كده، وscientific instruments اللي هي ادوات علميه، جهاز يقيس درجه الحراره، جهاز يقيس ضغط الجوي، حاجات زي كده يعني. طب لما اعدوا كل ده هينطلقوا، راحوا فين اول حاجه؟ they went to Copenhagen، راحوا كوبنهاجن. راحوا طب راحوها بعربيه ولا بطياره ولا ايه؟ they went by steamer، يعني steamer يعني باخره. طب هم راحوا ليه كوبنهاجن الاول؟ البروفيسور عارف شخص هناك هو دانش ساينتست، عالم دانش دنماركي، قال راح له ليه؟ راح له علشان الراجل ده كان متعاون جدا معاهم، and he gave them letters of introduction، خطابات تعارف لمين؟ to the most important men in Iceland، لأهم الشخصيات اللي ممكن يقابلوها في أيسلند. هو أصلا هم اتجاههم على أيسلند على طول، إنما قبل ما يوصلوا أيسلند عدوا على كوبنهاجن where they met ومين؟ the Danish scientist. يبقى الدانش ساينتست في كوبنهاجن اداهم جوابات تعارف يطلعوا بيها على طول على أيسلند. وهما برضو لطريقهم لأيسلند البحر كان هائج جدا، والبروفيسور كان سي سيك. يعني سي سيك؟ يعني عنده دوار البحر، في ناس لما بتركب مركب لفترات طويلة بيجي لها دوخة كده من المية. طيب وصلوا أيسلند، راحوا تعرفوا على مين هناك بجوابات التعارف ده؟ على واحد اسمه دكتور فريدريكسون. دكتور فريدريكسون ده شخص was very helpful to them، متعاون معاهم جدا. ليه؟ أهم حاجة عملها لهم إيه؟ he arranged for a guide called Hans، رتب لهم مرشد اسمه هانز عشان يصطحبهم يروحوا فين؟ يروحوا يستكشفوا الجبل اللي هينزلوا منه أو البركان اللي هينزلوا منه اللي هو فاكرين اسمه سنيفلز. طب هانز ده كان عامل ازاي؟ هو كان راجل مليان شويه، بطيء في الحركه، ما بيتكلمش كتير. اوكي؟ هي واز ا بيج مان هو ووكت سلولي اند didn't سبيك ماتش، يعني ما كانش بيتكلم كتير، كان بطيء في الحركه، كان مليان شويه. طب هو اصلا هانز ده كان كويس معاهم وحبوه جدا، وعشان كده انطلقوا مع بعض. وهم بيمشوا في اتجاههم للبركان، طبعا اهل ايسلند كانوا ناس كايند، فيري كايند تو ذم، they gave them food and drink and refused to take money، ادوهم اكل وشرب ما خدوش منهم اي فلوس. وفضلوا يمشوا، طبعا كانت الارض مش معمره ما فيهاش زرع كتير ولا حاجه، وكان بنقول عليها كانت بليك يعني قاحله، قاحله يعني ايه؟ شبه الصحراء شويه يعني، هي مش صحراء ولكن ما فيهاش زرع زي التشبيه للصحراء. طيب فضلوا يمشوا لحد ما وصلوا فين؟ لحد ما وصلوا عند الجبل اللي اسمه سنيفلز اللي هيطلعوه، وبعد ما يطلعوه ينزلوا من جوه الجبل نفسه كده، هيبتدوا يصعدوا عليه من بره لحد ما يقفوا من فوق، ومن فوق يبتدوا ينزلوا جواه عشان يبداوا رحلتهم to the center of the earth. طيب وهم طالعين حصلت مشكله كبيره، ما كانوش قادرين يتنفسوا بسهوله، ده طبعا كان بسبب الهواء المخلخل ده، او يعني اللي ما بقاش فيه اكسجين كافي للتنفس. ولكن في نفس الوقت برضو قابلتهم مشاكل كتير وهم في طريقهم، قبل حتى ما يطلعوا الجبل كان دايما بيستنوا المد والجزر، وده التعطيل اللي حصل ده كان بيخلي البروفيسور very angry لانه مش عايز يضيع اي وقت، اللي he didn't want to waste any time. The professor was angry because he didn't want to waste any time، ما كانش عايز يضيع اي وقت خالص، كان عايز يستغل كل دقيقه. طب الاستعجال ده كان ليه؟ طبعا لو تفتكروا انه قالوا
ان الشمس هتتعارض او ظل جبل سكارتريس هيجي بيفور جولاي، فهو لو اتاخر يومين ثلاثه كمان هتبقى مشكله، هيعدي جولاي خالص، وبالتالي هيضطر يعمل ايه؟ ياجل الرحله للسنه اللي بعدها عشان يروح برضو بيفور جولاي. انما في الاخر وصلوا الحمد لله وابتدوا يطلعوا سنيفلز برغم صعوبه التنفس. انما لما طلعوا عملوا ايه؟ عسكروا فين؟ عسكروا at the edge of the crater، عسكروا على حافه الكريتر، الكريتر اللي هي فوهه الجبل، فوهه الجبل من فوق خالص. طبعا الجبل انا بوصفه بايدي كده صغير، لا ده حاجه ضخمه جدا، ولكن ليه طبعا ادج معين. فهم قعدوا وناموا هناك لحد ما استراحوا ويكملوا رحلتهم. طبعا ابتدوا ينزلوا من الكريتر، الكريتر دي كانت فظيعه جدا، تقريبا اتساعها كيلو متر يعني 1000 متر، وعمقها لتحت 600 متر. انما قدروا ينزلوا استخدموا الحبال ونزلوا، ولما نزلوا طبعا كان اول حاجه اتفاجئوا بيها وكانت يعني خبر كويس جدا او فرصه حلوه ان هم يلاقوا حاجه تدلهم على الطريق. ايه هي الحاجه دي؟ they found the letters of Arne Saknussemm's name، لقوا حروف اسم Arne Saknussemm. ده معناه ايه؟ معناه ان هم البدايه بتاعتهم صحيحه، هيبتدوا من نفس النقطه اللي ابتدى فيها مين؟ Arne Saknussemm اللي هو كتب البارشمنت. اذا هم ماشيين كده اول البدايه بتاعتهم في الرحله بدايه صحيحه، فعلا Arne Saknussemm كان دخل من نفس المكان. يا ترى ايه اللي هيحصل بعد كده؟ هينزلوا على طول ولا هيعملوا ايه؟ طبعا هيضطروا هيستنوا لسبب، لان كان فيه في اخر لما نزلوا خالص هيلاقوا 3 chimneys يعني 3 مداخن 3 فتحات، يا ترى هيخشوا من انهي فيهم؟ they didn't know، ما كانوش عارفين. ليه؟ لان هم بقى هنا مستنيين الشادو اوف سكارتريس كاست على انهي واحد فيهم، ينزل على انهي واحد فيهم، الاول ولا الثاني ولا الثالث. الظل اللي هيوقع على اي كريتر او اي chimney فيهم هما اللي هيخشوا فيه. تعالوا نشوف الاسئله مع بعض، اتمنى تكونوا فهمتوا الشرح المبسط. نشوف الاسئله بالانسرز بالترجمه. اول question: How did the professor and Axel prepare for the journey؟ كيف البروفيسور واكسل اعدوا للرحله؟ They prepared guns, tools and scientific instruments into boxes. حتى الصوره معبره شويه اهي، جايبين نظاره وحاجات كده يعني. They prepared guns، اعدوا بنادق وتولز ادوات زي الشاكوش وكده، وساينتفك انسترومنتس قلنا يعني ايه؟ يعني ادوات علميه. وايه حطوها فين ده كله؟ انتو بوكسز، طبعا مش زي البوكس ده يعني. نمبر 2: كيف ذهبوا الى كوبنهاجن؟ هاو ديد ذي جو تو كوبنهاجن؟ يعني راحوا ازاي؟ احنا قلنا راحوا بالستيمر بالباخره. They went by steamer. نمبر 3: هاو ديد ذا دانيش ساينتست هيلب ذيم؟ ازاي العالم الدنماركي ساعدهم؟ فاكرين؟ لما رتب لهم، لا ما رتبش حاجه، ده اداهم letters of introduction، جوابات تعرف to the most important men فين؟ في ايسلند، يعني هم الاول في كوبنهاجن قابلوا الدانش ساينتست، دانش ساينتست. والدانش ساينتست هم رايحين بعد كده على ايسلند، فقال لهم انا اعرف علماء هناك كتير هديكوا جوابات ليهم. ففعلا هو عمل ايه؟ He gave them letters of introductions to the most important men in Iceland. اداهم he gave them letters of introduction to the most important men in Iceland. Number 4: How was the sea during the voyage to Iceland? طب البحر كان عامل ازاي اثناء رحلتهم الى ايسلند؟ فقلنا البحر كان رف، كان عالي جدا، والبروفيسور جات له حاجه اللي اسمها السي سيك اللي هي دوار البحر. The sea was rough and Lidenbrock was seasick. البحر كان رف زي الشكل اللي شايفينه كده وهم جوه المركب، وبالتالي من كتر الامواج وعلو الامواج البروفيسور جات له دوخه البحر. Who did they meet in Iceland؟ قابلوا مين في ايسلند؟ احنا قلنا مين الشخص الثاني؟ دكتور فريدريكسون. They met دكتور فريدريكسون، قابلوا دكتور فريدريكسون. How was دكتور فريدريكسون helpful to them؟ طب كان متعاون ازاي معاهم دكتور فريدريكسون؟ He arranged for a guide called Hans to take them to Sneffels. يعني اتفق مع مرشد اسمه هانز عشان ياخدهم فين؟ لجبل سنيفلز. خلوا بالكم ان في اتنين كانوا هيلبفول. اول واحد ما تنسوش الدانش ساينتست، تاني واحد دكتور فريدريكسون. الدانش ساينتست كان فين؟ كان في كوبنهاجن،
واداهم ايه؟ ساعدهم ازاي؟ He gave them letters of introduction to the most important men in Iceland. داهم خطابات تعارف لاهم من الرجال او اهم الاشخاص في ايسلند. راحوا ايسلند قبلوا مين؟ قبلوا بقى دكتور فريدريكسون. كان هيلبفول ازاي؟ He arranged for a guy called Hans to take them to Sneffels. رتب لهم او اتفق مع مرشد اسمه هانز ياخدهم الى جبل سنيفلز. نشوف بقى بعد كده بالنسبه لهانز. Describe Hans. اوصف Hans. He was a big man who moved slowly and did not say very much. يعني نتخيل شكله كده يعني. Okay? He was a big man. كان راجل كبير حبتين يعني. Who moved slowly. كان بيتحرك ببطء and did not say very much. ما كانش بيتكلم كتير. Describe the countryside in Iceland. اوصف الريف في Iceland. كل ده هم بقى ماشي معهم Hans. ورايحين في اتجاههم لجبل سنيفلز وهم رايحين بيعدوا على الكونتري سايد الريف او الارض اللي هتوصلهم لهناك يعني بتبقى عامله ازاي ات واز بليك يعني قلنا يعني بليك كانت قاحله ما فيهاش زرع يعني ولا حاجه كتير اند ذير وير نو كروبس اور انيمالز ما كانش فيه محاصيل ولا حيوانات وير ديد ذي ستاي ات نايت طبعا وهم في طريقهم لسنيفلز كانوا بيعدي عليهم ليل لان هم ما راحوش في نص ساعه ده قعدوا يمشوا فترات طويله ايام فكانوا محتاجين يناموا بيناموا فين بقى؟ They stayed in farm houses يبقى where did they stay at night؟ كانوا بيقيموا الليل فين او بيناموا فين؟ They stayed in farm houses كانوا بيناموا في بيوت ريفيه. Why was Lidenbrock angry during the journey؟ طب ايه اللي ليه اللي خلى دكتور او البروفيسور ليدنبروك يعني زعلان اثناء الرحله؟ فاكرين لما قلنا مستعجل ومش عايز يضيع وقت؟ As he didn't want to waste any time عشان هو ما كانش عايز يضيع وقت but they had to wait كان لازم يستنوا ليه بقى until the tide was out to cross the inlets علشان المد والجزر يخلص وبالتالي يعبروا الانلتس انلتس يعني خرجان جمع خليج انلت number 11 how did the Icelanders help them اهل ايسلندا ساعدوهم ازاي they gave them food and drink who didn't take any money. They gave them food and drink and refused to take money. دوم أكل وشرب ورفضوا ياخدوا فلوس. بس طبعا ما عملوش كده. دوم أكل وشرب بس. طيب سؤال number 12. What were Axel's fears? بيقول لي ايه هي مخاوف أكسل؟ طبعا مخاوف أكسل احنا عارفينها من قبل كده. كان ليه أصلا أكسل في الشابتر اللي قبله خايف من الرحلة دي؟ فاكرين لما قلنا هيحرق المخطوطة وما لحقش يحرقها لما الباب فتح فجأة؟ ليه؟ لان هم الرحله دي عشان يدخلوها او يبتدوها لازم ينزلوا منين من سنيفلز طب هو كان ايه سنيفلز ده عباره عن ايه حاجه وحشه لا قدر الله طبعا ات واز ا فولكانو كان بركان فطبعا اول خوف لاكسل ان البركان ده يحصل له ايه ينفجر في اي لحظه وعشان كده هو كان عايز يحرق المخطوطه ما يوريهاش لعمه يبقى ايه كانت مخاوفه ان هو ايه ذات ذا فولكانو وود ربط ان البركان ينفجر وبالتالي هو كان نفسه يرجع برده في اي لحظه وخصوصا بقى ان اكسل حلم مخيف جدا قبل ما يخشوا هنا ايه هو الحلم ده ان هو كان جوه بركان والبركان انفجر وانطلق هو منه زي الصاروخ يعني مصيبه تعالوا نشوف الاول مخاوف اكسل what were axel's fears that the volcano would erupt يعني ينفجر او يصور كان خايف ان البركان يصور هو ده شكل فعلا البركان اوكي وطبعا هو مش زي الشمعه ده حاجه ضخمه يعني وده شكله لما يصور فهو حتى الحلم اللي هيحلمه ان هو جوه البتاع دي وانطلق منه معاه كده زي الصاروخ. نشوف الكويستشن اللي بعده. What terrible dream did Axel have؟ ايه الحلم الفظيع اللي حلمه أكسل؟ He dreamed that he was inside a volcano. حلم ان هو كان جوه ايه؟ بركان. وايه اللي حصل؟ And he was shot out of it like a rocket. وهو انطلق منه او اندفع منه زي الصاروخ. Why couldn't they breathe? Breathe يعني يتنفس. ليه ما قدروش يتنفسوا while they were climbing Sneffels؟ وهم بيتسلقوا سنيفلز because of the thin air بسبب الهواء اللي هو الاكسجين بتاعته قليله where did they camp كانوا بيعسكروا فين او عسكروا فين لما طلعوا يعني they camped at the edge of the crater edge اللي هي حافه او طرف يعني كنت ترابيزه ده الطرف بتاعها they camped عسكروا او اقاموا at the edge of the crater عند او على حافه فوهة الفتحة يعني فوهة يعني فتحة. The next question describe the crater of Sneffels. اوصف فوهة Sneffels. فاكرين اللي هي كيلومتر مش عارف ايه عرض والعمق 600 متر.
The opening was more than a kilometer wide. الفتحة كانت اتساعها أكتر من كيلومتر. أنا قلت كيلومتر. هو هنا بيقول لي أكتر من كيلومتر. وكمان it was about 600 meters deep. عمقها قد إيه لتحت 600 متر. How did they descend the crater? نزلوا إزاي من فوقها بقى؟ They used ropes. استخدموا الحبال. زي دي بالظبط. The next question. What were at the bottom of the crater? لما نزلوا من الفوهة بقى ال 600 متر ووصلوا تحت كان في ايه يا ترى؟ تعالوا نشوف. There were three chimneys. تلات مداخن. Chimneys يعني openings. اوكي؟ تلات فتحات او تلات مداخن. وهنا اللي هيقفوا مش عارفين هيمشوا في انهي. طيب العلامات اللي لقوها وقلنا ده اللي فرحهم جدا. What marks did Mr. Lidenbrock find? ايه العلامات اللي لقاها ليدنبروك؟ They were letters of Arne Saknussemm's name. كانت حروف اسم مين؟ Arne Saknussemm. ومن هنا عارف ان هم البداية بتاعتهم صحيحة وهم هيبتدوا رحلتهم زي ما ابتداها Arne Saknussemm. What made the professor sure they were on the right way? ايه اللي خلى البروفيسور متأكد ان هم على الطريق الصحيح؟ لسه قايلين وده كان اخر سؤال معانا. When he found the name of Arne Saknussemm on a large rock. لما لقى اسم Arne Saknussemm على صخرة كبيرة. ومن هنا قدر يعرف ان هو ايه؟ هما في الطريق الصحيح. مش هيبتدوا الرحلة الا لما يلاقوا حاجة تدلهم على انهي مدخنة بقى يخشوا منها. وطبعا they will have to wait. لازم هيستنوا لحد ما يجي ايه في الشابتر اللي جاي؟ ظل جبل سكارترس ويشوف هيقع على الشمني دي ولا دي ولا دي ويبتدوا رحلتهم. My friends, I'm happy to meet you and to explain all the lessons to you. See you next time. Bye.